صدق أيها الأخ ولا أبالغ، أنت الآن شاب تخاف الله، ترجو ما عنده، تقيم الصلوات، أنت محسن مستقيم، تنصح من حولك، بار بوالديك. أقسم لكم بالله، في عندي يقين يفوق حد الخيال أن هذا الشاب قد لا يملك الآن شيء، لا بيت ولا زوجة ولا عمل، لكنه محب لله. أقسم لكم بالله أن هذا الشاب له مستقبل كبير. كيف؟ لا أعلم، بس أنا أعلم عدل الله. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. فاصبر إن العاقبة للمتقين. في النهاية المتقون في أعلى عليين، المتقون في لوحات الشرف، المتقون في جنات عرضها السماوات والأرض. الآن من خصائص المؤمن أنه محسن، والإحسان عطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، من صحته. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمحسنين. لك عمل صالح، هل تعيش للآخرين؟ هل عندك قلب رقيق؟ هل تبذل من مالك، من وقتك، من جاهك، من مكانتك، من علمك، من خبرتك لهؤلاء الضعاف المساكين عباد الله عز وجل؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة المستقبل للمتقين. يعني الأيام تدور، هذا الذي لزم بيوت الله عز وجل، حضر دروس العلم، طبق هذا المنهج في بيته، في عمله، خاف من الله، غض بصره، أنفق من ماله، طلب العلم، هذا يجب أن تراه بعد 20 عام في أعلى مكانه وفي بحبوحة، وله عمل صالح كبير، وهو من أسعد الناس. في قوانين إخواننا الكرام، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون، مستحيل. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل، ألف 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 مستحيل. بل إن زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المحسن كما يعامل المسيء. في فرق كبير، وهذه وعود الله فوق المكان والزمان، فوق كل الظروف، فوق كل الأنظمة. المؤمن وعده الله بحياة طيبة. أذكرهم بأيام الله، يعني أنت أيها المؤمن لك عند الله أيام. في مرة دعوته فاستجاب لك، في مرة نجاك من ورطة كبيرة، في مرة أعانك في الامتحان، في مرة جمعك مع أهل الخير، مع أهل الحق، في مرة جمعك مع زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. ذكرهم بأيام الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يملك التوكل على الله. التوكل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. التوكل حالة راقية جداً. الإله العظيم بيده كل شيء، وضعت حاجتك عنده واستسلمت له،
وارتحت.